أزمة خريجي التاريخ تحتضنها أيادي نيابية لإيجاد آلية حل لمشكلتهم وإنصافهم كباقي التخصصات الأخرى، حيث استقبل النائب حمود الحمدان ثلة من خريجي التاريخ حاملين له همومهم بعد أن طالهم قرار وزارة التربية بعدم تعيينهم كمدرسين لمادة التاريخ. ما ظلمتم فيه بان اختياركم لهذه المواد ثم بلغت بعد انتهاء يعني استلامكم الشهاده بعد انتهاءكم من سنين العلم وطلب العلم ثم بلغت بان هذا التخصص راح يمنع او ما لكم فيه نصيب وهذا من الامر الخلل والخطا وراح نطالب ان شاء الله عز وجل سواء وزير التربيه اذا كان لهنيه في مثل هذه القرارات يبلغ فيها او يوقع فيها بتعهد الطالب اللي ناوي يدخل التاريخ يبين له بان ترى مالك نصيب في سلك التعليم النائب الحمدان اشاد بقسم التاريخ بكليه الاداب الذي يدرس احد المواد التي لها تاثير كبير في صناعه الاجيال وتعليمها تاريخ امتها ووطنها الماده التاريخ ماده مهمه وكذلك يعني مؤثره حتى على ادراكات وتوجهات وافكار ابنائنا وبناتنا ودائما الامور المبنيه على تاريخ ومبنيه على اسس، دائما يكون لها ناهض و دافع وداعم في يعني النهضه فيما هو مقبل، تاريخ الامه الاسلاميه تاريخ عريق، قادت الامم عشر قرون وهي تقود العالم بالعلم وغيرها هذه مسائل كلها عرفناها من التاريخ. تطمينات نيابيه لخريجي التاريخ. يرون من خلالها حلا لازمه طالت مستقبلهم بعد القرار بمنعهم من التدريس